السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نكمل. طيب احنا اخر حاجة عملناها ان احنا عملنا تريننج للموديل بتاعنا. دلوقتي عايزين نفيجواليز سم بريدكشنز يعني. طيب هنعمل ده ازاي؟ قبل كده احنا كنا كتبنا هيلبر فانكشن اللي هي البلوت بريدكشنز. تعالوا النهاردة نتكلم عن البلوت ديسيجن باوندري او ازاي نجيبها. هتلاقي جوه الريبو انا حاطط لك سكريبت كده اسمه هيلبر فانكشنز دوت باي. تعالى نروح نجيب الرولينج. هنروح كده على الرو وهناخد ده كده كوبي. طيب تقول لي هنعمل ايه؟ هقول لك احنا هننزل السكريبت دوت عندنا في اللوكال ماشين ايا كانت اللوكال ماشين دي ايه. لو انت شغال مثلا على جوجل كولاب فهتاخد نفس السكريبت وهتلاقيه اللي هو الهيلبر فانكشن دوت باي دي حصل لها داونلود ايه عندك. طيب الاوبشن التاني ان احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين الفانكشن دي. انا ممكن اعمل لها كوبي كده على طول ولكن انا مش عايز اعمل ده، يعني عايزين نخلي الموضوع بشكل افضل شويه. فهنروح نجيب السكريبت ده ونعمل له ايه؟ ونعمل له داونلود. طيب تعال نشوف كده، احنا عايزين ناخد ده كده الاول ونعمل له بس كومنتنج. وتعال نشوف احنا عايزين نعمل ايه. احنا هنمبورت ريكوستس وهنقول فروم pass lib import pass. طيب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نعملها ان احنا عايزين نكرييت دايركتوري. طيب يعني شايف انت اليوتيلز دي؟ طبعا انا جربت الكود الاول. شايف انت اليوتيلز دي؟ ده فولدر انا لسه عامله دلوقتي باستخدام مكتبه الايه، مكتبه الباس ليب. والريكوست المفروض ان انت هتسند ريكوست عشان تجيت الرو داتا او اللي هي جوه الويب سايت. يعني كاننا بنقول ايه؟ كاننا بنقول روح كده هات الرو ده، هات لي كل اللي موجود دوت وحطه لي في دوت بي واي فايل، وده اللي هنشوفه واحنا شغالين. طيب فهنقول كرييت يوتيلز دايركتوري. عايزين نكرييت يوتيلز دايركتوري. هنعمل ده ازاي؟ هنقول يوتيلز دايركتوري بتساوي الباس وهنحط جواه كلمه يوتيلز. ماشي. طيب وهنقول انه هات لي كده اليوتيلز دي دوت make directory. عايزك تميك الدايركتوري دي والبيرنتس ايكوالز ترو و exists if it exists. ما تدينيش ايه لو if it exists، يعني خلاص ignore this. يعني لو هي موجوده، لو انت بالفعل لقيت اليوتيلز. طيب احنا عايزين تاني حاجه نعمل ايه بعد ما كريتنا الفولدر او الدايركتوري اللي احنا هنحط جواها الايه، الهيلبر فانكشنز دوت باي. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجو ونجراب الرو داتا دي. طيب نعمل ده ازاي؟ هنقوم قايلين تعالى نكتب بس كده الاول كومنت، هنقول داون لود ذا هيلبر فانكشن سكريبت فروم جيت هاب. ماشي. هنقول ايه؟ هنقول اف يوتيلز يوتيلز دايركتوري على helper، هنسميه helper functions dot by. لو هي موجودة if is file فهتقول ايه؟ على بس كده فهنقول helper function already exists skipping downloading. فالشرط اللي في الاول ده بيقول ايه؟ بيقول انه انت لو لقيت الهيلبر فانكشن دي موجوده جوه الدايركتوري اللي هو ايه، اللي هو اليوتيلز اللي المفروض انه الكود ده هيعمله، فخلاص فعايزك تبرنت لي تقول لي ده هيلبر فانكشن دي بالفعل موجوده وسكيبنج ايه، سكيبنج داونلود. طيب لو ما كانتش موجوده، تعالى كده اول حاجه نبرنت، هنقول downloading helper functions dot py. طيب وانهم قايلين انه requests، هنعمل request كده، هنقول انه request ده بيساوي requests dot get. طيب انت هتجيت ايه؟ احنا عايزين نجيت ال url. طيب فين الرو داتا؟ ادي الرو داتا اللي احنا ايه، اللي احنا اخدناها. طيب يبقى المفروض ان هو هيروح يجيت الايه، هيروح يجيت الرو داتا دي. طيب هي جوه دلوقتي الفاريبل اللي اسمه request، فنقول with open utils directory slash كده
وهنقول له helper functions dot py، وعايزك ترايت الفايل دوت as a binary file وسميه زي if كده يعني as if، وهقوم قايل له if dot اللي هو اسم الكونتنت دلوقتي ده، هقول له if dot write request dot content. طيب فانا بقول دلوقتي ايه بكل بساطه؟ انا بقول له روح هات الكونتنت اللي جوه الرو يو ار ال دوت وحطه جوه فاريبل اسمه ريكوست. طيب وبعد كده اعمل لي فايل جوه اليوتيلز دايركتوري اسمه هيلبر فانكشنز دوت باي واكتب جواه. طيب هتكتب جواه ايه؟ هتكتب جواه اللي جاي من الريكوست ده، تكتب جواه اللي جاي من الريكوست ريكوست دوت دوت كونتنت. طيب تعالى كده نرن السيل دي، هيلبر فانكشن اوريدي اكزيستس. طيب عشان هي بالفعل انا كنت ايه عملت رن، طب تعالى كده نديليت اليوتيلز، تعالى كده نرن تاني داونلودنج هيلبر فانكشن دوت باي، وفين هي؟ ادي اليوتيلز اهي وجواها الهيلبر فانكشنز ايه دوت دوت بي واي. طيب تمام، احنا عايزين ايه نجيب ايه من جوه الهيلبر فانكشن؟ عايزين نجيب تو فانكشنز، هنجيب البلوت ديسيجن باوندري ودي اللي هنستخدمها، والبلوت بريدكشن دي كنا ايه كنا كتبناها قبل كده. فهنقول فروم يوتيلز دوت هيلبر فانكشنز امبورت، هت امبورت ايه البلوت ديسيجن باوندري وبلوت بريدكشن. طيب هو المفروض ان هو هيعمل لهم امبورت، احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ تعال نشوف كده، احنا عايزين نبلوت الديسيجن باوندريز فور تريننج اند تيست سيتس. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هقول له بي ال تي اللي هي ماتبلوتليت دوت باي بلوت دوت فيجر، اعمل لي اعمل لي فيجر الفيج سايز دوت هيبقى مثلا 12 و6، و بي ال تي دوت سب سب بلوت حط لي كده رسمه جواها 1 2 1، يعني هنقسم الشكل اللي هو الفيجر ده هنقسمه ايه؟ هنقسمه حتتين كده، وهنقول بي ال تي دوت تايتل وهسمي ده ترين. طيب وبعد كده هنادي على الفانكشن بتاعتي اللي هي بلوت ديسيجن باوندري، ودي بتاخد الموديل اللي هو هيبقى الموديل بتاعي زيرو، وبتاخد الاكس ترين والايه او هتاخد يعني اكس وواي. فطبعا ده عشان الترين فهتاخد الاكس ترين وهتاخد الواي الواي ترين. طيب تعالى كده ناخد دول ونعملهم هنا كده، ولكن دي هتبقى في الجزء التاني، دي هتبقى تيست، فدي هتبقى تيست. هنقول اكس تيست وواي واي تيست. طيب تعال نرن كده. طيب ممتاز، ايه اللي طلع قدامنا دوت؟ دوت الديسيجن باوندري. دلوقتي الموديل لما بيجي ياخد ديسيجن فزي ما انت شايف كده هو بياخد زي لينير ديسيجن، هو في ده ستريت لاين، هو قاسم، شفت قاسم الداتا ازاي؟ هو مش قادر يتعرف على الداتا. طيب السبب في ده ايه؟ السبب في ده انه الداتا بتاعتنا از نون لينير داتا، في حين ان الموديل بتاعنا هو لينير موديل. طيب السؤال دلوقتي هو، تعال نبص كده على الموديل اللي احنا عاملينه اللي هو موديل موديل زيرو. تعال كده نبص كده فين موديل زيرو ده. طيب اللي هو السيكوينشال فوق، تعال نطلع نطلع نطلع، ده موديل زيرو بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه بشكل سيكوينشال اللي هو كان يطابق الموديل اللي هو ايه الموديل اللي هو ده. طيب تعال ناخد كده ده وننزل تحت خالص ونحطه تاني قدامنا. ده في 1 كان بيتكون من تو لينير لايرز. دلوقتي السؤال اللي انا بطرحه هو، يا ترى لو انا خليت دوت في 1 مثلا يعني ده فيرجن جديده، وخليت ان هنا كده قمت كاتب سيلف دوت لاير 3 بتساوي ان ان دوت لينير، وتعالى نعدل مثلا، طبعا دي هتبقى هنا 5 وهنا هتبقى 5 وهنا هتبقى 1، لان الاوتبوت بتاع اللير اللي قبلها بيبقى هو الانبوت لللير الايه اللي بعدها. طيب تعالى يا سيدي بدل ما نخلي دول خمسات، خلي الهيدن بيرسبترونز هنا كلهم 10 10 10، يعني المفروض ان الموديل ده كده اكبر شويه ولكن ما زال لينير. يا ترى هيحصل فرق؟ ما تيجي نشوف كده ايه اللي ممكن ايه اللي ممكن يحصل. طيب احنا قلنا هنا ريتيرن ده كده، تعالى نراب ده كله في سيلف دوت لير 3
بدل ما كان دوت موديل 0 خليه موديل 1 ودوت 2 ديفايس. طيب تعالى بس نعدل السوبر ميثود، فالمفروض كده ويز 3 لينير لايرز. تعالى نكتب كومنت هنقول let's check if adding more linear layers to the model will make the model more robust. يعني ماشي. طيب تعالى احنا كده عملنا الموديل سوري موديل 1 سيركل تمام، عايزين ننادي على ال V1 2 device. تمام، يبقى عندنا كده ايه، عندنا الموديل الجديد اللي المفروض انه بياخد 2 features وبيخرج لي 1 feature اللي هي بتشوف هل هي بتنتمي الى class 1 ولا class 0. طيب تعال نشوف وناخد نفس الكود بالظبط اللي احنا عملناه، مش هنغير حاجة. يعني فين ال هناخد loss function والoptimizer وننزل تحت، ادي اللوس فانكشن وادي الاوبتمايزر. طيب عايزين معاهم ايه؟ عايزين معاهم تريننج لوب، والداتا بتاعتنا بالفعل احنا معرفينها قبل كده. طب فين التريننج لوب؟ ادي التريننج لوب. ولكن احنا عايزين بدل ما هو موديل 0 بقى هنا البارامترز بتاعت موديل ايه؟ بتاعت موديل 1. طيب وهنا فين الموديل؟ موديل 0.train موديل 1.train. ولكن اقول لك حاجه، هات لي ده كده موديل 0، فين كل الموديل 0؟ اختارهم لي كلهم في اي موديل 0 تاني. ماشي، خليهولي موديل 1. فاحنا كده غيرنا كل الكتابه اللي كانت مكتوبه. طبعا الاختصار اللي انا عملته دوت ان انا بضغط مثلا بختار حاجه وبعدين بضغط على كنترول دي، فبيختار لي كل الاسماء المتشابهه واقدر ان انا اغيرها ايه، اغيرها على طول مره واحده. طيب تيجي كده نرن. طيب يعني الاكيورسي عليت شويه، ممكن تقول مثلا بقت 53. طيب تعال نشوف كده الديسيجن الديسيجن باوندري بيقول ايه. احنا بالفعل عملنا هنا داونلود، تعال ناخد ده كده وننزل تحت نشوف في عندي موديل 0 هنا كنترول دي عشان اختار هما الاثنين، وبعدين هكتب موديل 1 ونرن. برضو نفس المشكله. طيب يبقى نطلع من ايه؟ نطلع من الكلام اللي احنا عملناه دوت بايه، انه stacking more linear layers مش هيغير شيء. طيب انا كنت اتكلمت معاكم قبل كده وكنا قلنا انه عشان introduce non linearity، احنا قلنا ان الداتا بتاعتنا اللي قدامنا دي هي data non linear. طيب عشان اخلي الموديل بتاعي non linear المفروض ان انا add complexity للموديل بتاعي. طيب ازاي add complexity؟ add complexity عن طريق ان انا احط ايه، activation functions، وده اللي هنشوفه الفيديو الجاي.